الأم في عيدها تتزين لالتقاط صور مع فلذات أكبادها، أولادها وأحفادها، وهل أفضل من هذا اليوم لالتقاط صورة تحفظ الذكرى وتتنقلها العائلة؟ هي ست الحبايب محاطة بأغلى من لديها. صورة كتير مهمة بالنسبة بعدين تتذكر، طبعاً بدهم يتذكرونا لأنه نحن هلأ الموليين وهن الباقيين. أعتقد أن هذا النشاط رائع. أنا أم لولدين وعادة أنا من يلتقط الصور للعائلة. لقد سررت اليوم لمجيئي إلى هنا والتقاط صور لنا معا. فكرة رائعة. بما أنه هيدا نهار سبيسيال حبينا نمضي وقت سوا وهيك اهتمينا شوي بحالنا وقعدنا ضيعنا وقت وهيك مهضومة الفكرة كتير. أرادت الشركة المنظمة سوليدار أن يكون عيد الأم مختلفاً هذا العام، فدعت الأمهات مع أولادهن لالتقاط صور فنية احترافية ومجانية، والهدف من كل ذلك تكريم المرأة الأم مفسحة في المجال أمامها لاختبار تجربة الأضواء والشهرة. كل عيدنا بناخذ صور ان كان بالتليفون او بالكاميرا، بس صوره محترفه مثل هيدي مش كل يوم عنا مجال نقدر نروح على استوديو خاص مع مصورين مميزين نقدر نعمل هيك صوره، وخاصه في عنا مصففي الشعر والميك اب لهن اختصاصهم كمان بالصوره. للاستمتاع بهذا الجو من الرفاهية وفرت أسواق بيروت استوديو للتصوير مجهزاً بأحدث التقنيات، حيث يقوم فريق محترف من المصورين المصممين المزينين وخبراء التجميل بتحضير الأمهات وأولادهن لالتقاط الصور الفنية المميزة ضمن أجواء لا تخلو من الاحتراف والتسلية في آن. نحن اليوم هون على بيروت سوق عم نصور لعيد الأم، عم نجرب كتير نصور بشكل عفوي طبيعي، بيجوا كلهم بيتسلوا بيلعبوا، الصور انه بضل معهم ذكرى اكيد للعيد الام يعني، وبتبع معهم على طول يعني انه هيك يعني مشان هيك بتكون حلوه لهم يعني. حبينا نحن كباتشيش نشارك بهذا الحدث المهم بعيد الام، وانه نهتم بجمالها كميك اب وكشعر تبين هيك باحسن طله لها وتعرف الدنيا أم. يندرج هذا النشاط ضمن الأنشطة المتنوعة في عيد الأم الذي يهدف إلى جعل قلب العاصمة نقطة جذب للنشاطات الترفيهية والسياحية في مختلف المناسبات. بنفت ماما درجة غفري، اليوم على الحرة، بيروت.